جديد، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. يمكن كلمت شويه في بدايه هذه الحلقه عن لماذا ظهرت واحتلت ظاهره ادعاء الجدد سطح المجتمع، وكان في فتره كان في توغل بشكل كبير، ولماذا رجعت وانحصرت ومش عايزه اقول اختفت، ولكن بقت بشكل ضعيف جدا وسطنا في مجتمعنا. يمكن من اول من كتبوا عن هذه الظاهره بدايه من 2005 وظاهره الدعاء الجدد كان الكاتب الصحفي استاذ وائل لطفي، ورجع وكتب عن دعاة السوبر ماركت مؤخرا. خليني ارحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي استاذ وائل لطفي، اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دعاة السوبر ماركت بعد 13 سنه من كتاب ظاهره الدعاء الجدد. لماذا يا فندم رجعنا وبعد هذه الفتره 13 سنه كنت بترصد ايه؟ كنت تشوف ايه؟ برصد انه في ظاهره ظهرت و اتبنت على حاجة مهمة جدا عند المصريين وهي الدين، وناس كتير في الظاهرة دي أساءوا استغلال الدين ووظفوه لخدمة أغراض ممكن تبقى أغراض اقتصادية وممكن تبقى أغراض سياسية، واللي عملوه انعكس على حياتنا. يعني كان له علاقة، ما هوش حاجات منفصلة عن بعض. يعني هم ظهروا القصة كلها، يعني قصة 40 سنة ظهروا بقى ليها موجات مختلفة. فالدعاء ظهروا في التسعينات، أنا كتبت في 2005، فضل تكبر وفضلت في ناس بتستغلها، وفضلت إحنا كمان خايفين ننتقد رجال الدين، أو عندنا وهم إنه أي حد بيتكلم في الدين يبقى احنا نخاف نقرب منه، نخاف نناقشه، نخاف نشوفه. هو الفكره دي اعتقد اتغيرت دلوقتي. هي دي، ده اهم حاجه بيرصدها الكتاب، انه احنا اتغيرنا بعد اولا التجارب اللي مر بيها الشعب المصري، غيرته الثورتين، خلوا الناس عندهم قدره اكبر على المحاسبه. طيب كان في، احنا قعدنا فتره طويله، انا هقول لك حاجه ممكن تبقى صادمه، في ناس كتير في المجتمع المصري كانوا قاعدين بيستنوا انه التيار الاسلامي ده بين قوسين يوصل للحكم. من ساعة ما تم اغتيال الرئيس السادات، في ناس متخيلة انه في ناس مخدوعة، في ناس دول بتوع ربنا، في افكار جات لنا من بره، في دولة ما كانتش عندها قدرة على المواجهة الحقيقية اللي هي المواجهة الفكرية، دولة منسحبة من مجالات زي الصحة والتعليم وسايباها بشكل أو في فراغ، في فراغ وسايباها للإسلاميين. فالناس قاعدة بتتفرج، وعندها في ناس كتير عندها اعتقاد انه لانه الدولة خلال ال 30 سنة اللي انا بعتبر انها ما كانتش بتقوم بدورها، يبقى الاخوان افضل، او نستنى الاخوان، او نلعب. طيب الدعاء ايه علاقتهم؟ الدعاء كانوا رافض للاخوان المسلمين، عدد كبير جدا منهم بدأوا في جماعة الاخوان المسلمين، والكلام اللي هم بيقولوه هو كلام مش في السياسة بشكل مباشر، بس هي كل حاجة سياسة، فالكلام اللي هم بيقولوه بيصب في مصلحة الاخوان المسلمين. ففضلت تتنامى الظاهرة ونشوف. نقدر نقول ان هم كانوا بيخدموا على المشروع، مشروع الاخوان، ولا طبعا كانوا ذراع دعوي للاخوان؟ ذراع دعوي، انا رايي ان هو كانوا ذراع دعوي، وهم ابتدوا طبعا كاعضاء في الاخوان المسلمين عدد كبير جدا منهم، في استثناءات يعني انا شلتها حتى من الكتاب، انما هم في ظاهره بتحصل انه ممكن حد ينفصل عن تنظيم بس يفضل يخدم اهداف التنظيم. هو كبر مثلا، بقى غني جدا، بقى مشهور جدا، فمين اللي هيدي له اوامر؟ هو مش عايز حد يدي له اوامر، بس هو ابن التنظيم، فبيفضل يخدم اهداف التنظيم. والتنظيم كمان فهو محتاج التنظيم، بيبعت له جمهور كبير، بيبعت له ناس متطوعه، بيبعت له، بيقف معاه في معاركه، فبتبقى العلاقه تبادليه. فانا رايي ان دي الحاله اللي حصلت في معظم الدعاة الجدد او الاسماء الكبيره منهم. حضرتك ذكرت انه في اسباب سياسيه واسباب اقتصاديه، وحضرتك اتكلمت في الاسباب السياسيه وراء ظهور هذه او الدعاة الجدد. ايه الاسباب الاقتصاديه؟ الاسباب الاقتصاديه انه انت ابتدى يبقى عندك دي علاقه بهم بيقولوا ايه، هم بيقولوا ايه، اهم حاجه انه كان في تركيز على تفسير معين للاسلام.
الإسلام اللي أنا أفهمه هو دين إنساني، هو دين للغني والفقير، للشاب والصغير. حصل نوع من أنواع قدموه دعاة جدد نوع من أنواع التفسير إنه لأ الإسلام بيحب الأغنياء أكتر، توجهوا للأغنياء بس بالظبط يعني. طبعا، وده شفناه في الجمهور نفسه، في طبيعة الجماهير وحاجات طبعا يعني في الخطب بقى اللي كانت في القصور وفي بالظبط الكومباوندز أو وفي أول حاجة بيوت الفيلا الخاصة بالظبط، دي بسميها الدروس الدينية، الصالون الإسلامي ده استهداف جمهور جامعات بعينها. النوادي طبعا هي ظاهرة طلعت من النوادي، والنوادي في الآخر فيها ناس شريحة عليا من الطبقة الوسطى يعني، وابتدت أنا أقول لهم كلام مريح ليهم اللي هو أنت وابتدت أقدم اللي تفسير عايزين يسمعوا اللي عايزين يسمعوه، وأنه ربنا بيحب الأغنياء أكتر، وأن الغني بيخدم الدين أحسن من الفقير، وأنه الأخطر مفهوم الشكل للدين اللي هو الحسابي، اللي هو أنت اعمل اللي أنت عايزه واشتغل بأي طريقة واجمع ثروة بأي طريقة، بس روح حج فأنت ترجع نظيف تماما من الحج. ده مفهوم طبعا يعني مفهوم، وكان يقعدوا طول الوقت يدوا أمثلة لده، إنه أنت لو رحت المسجد بالعربية فكل لفة كاوتش تعمل حسنة، ليه يعني كلام كل مضحك خطوة بس ده كده. أثر في حياة ناس كتير، كلام مضحك دلوقتي احنا إنما هو أثر وغير حياة ناس. لا ده كان في اكتساح وسط الطلبة يا فندم صحيح يعني. لا ده حقيقي يعني نشر الحجاب، أثر طبعا، الحجاب مسألة طبعا بين كل مسلمة وربها، أنا ما بتكلم ده حقيقي. إنما نشره كراية سياسية، إن أنا أنشر الحجاب وبعدين يجي قادة الإخوان المسلمين يقولوا إن مصر بقت إخوانية، فيقولوا لهم إيه الدليل؟ يقولوا لهم شوفوا الحجاب على رؤوس البنات. لا هنا أنا ده استخدام سياسي، ده مش حجاب بتاع ربنا، ده الحجاب اللي هو بتاع السياسة وبتاع إن أنا بغير معالم مجتمع، وبتاع إن أنا بيجي لي دعم من بره مصر عشان أخلي مجتمع يفقد شخصيته ويفقد الخصائص بتاعته ويبقى شبه حاجات تانية مش هو، أو مجتمعات أخرى أو مش هو. مجتمعات أخرى عايز يبقى أسأل حضرتك شبه. أستاذ وائل، يمكن حضرتك ذكرتي الأسباب السياسية والاقتصادية، هل نقدر نقول إنه في هذه الفترة كان في شكل من أشكال الفراغ في الخطاب الديني الرسمي أو للأزهر أو حتى غير الرسمي، كان في فراغ في الحتة دي طبعا هم وده استغلوا، ساعد على الانتشار ووصولهم بسهولة للشباب والفئات كبيرة جدا الحقيقة. قولا واحدا طبعا كلام سليم، الخطاب الرسمي كان فيه تقليدية شديدة، كان تسمعي كده علماء عظام في الأزهر بالذات يعني بنتكلم في التسعينات وكده، فالعلماء الأزهر اللي كانوا بيمارسوا الوعظ الناس دي اتخرجت في الخمسينات وفي الأربعينات، ففي لغة منغمة تقليدية، كنت أسمع أنا فاكر إذاعة القرآن الكريم في طريقة معينة كده في إلقاء الدروس، هي مش لغة الناس العادية، في نوع من أنواع الجمود طبعا، في نوع من أنواع التشويه برضو كان بيحصل للأزهر، أو هو ما كانش بيقدر يوصل أهميته كجامعة إسلامية عريقة عمرها 1000 سنة، مسألة كبيرة جدا. فطبعا دي من الحاجات، في التشويه اللي كانت تعمله التيارات الإسلام السياسي للأزهر إنه تتهمه بالنفاق وبالتلون وبكذا، وهي حاجات غير حقيقية إطلاقا، لأنك تتكلمي على جامعة يعني فعلا خرجت علماء يعني كبار، فدي كانت من ضمن الحاجات. جم طبعا ففي فراغ، الناس مش واثقه قوي في اللي بيقولوها للازهر، مش واصل للشباب، لغته تقليديه، المواضيع بتاعته تقليديه وقديمه جدا، في خوف من الالتحام بالقضايا العصر والاجتهاد فيها وكذا، وفي نفس الوقت انت عندك كان ابتدى يطلع من تحت التيارات السلفيه، التيارات السلفيه ابتدت تظهر من السبعينات، دعم كبير جدا من تيارات بعينها مفهوم طبعا دلوقتي يعني احنا قدرنا نفهم ايه اللي كان بيحصل بالظبط، في تأثر دول اللي سافروا لها المصريين وكده، ودول ركزوا على الاحياء الشعبيه، ركزوا على المواطن البسيط، كنت تلاقي الشرايط الكاسيت هناك فعلا شرايط الكاسيت مثلا كانت في التسعينات يعني، فتلاقي في الميكروباصات مثلا بيسمعوا سواقين الميكروباص بتجيلنا من بره بتيجي بتطبع مجانا مثلا، انا يعني حققت في التسعينات في انه اولا تلاقي انه شركات الكاسيت الكبيره اللي كانت تعمل اغاني لان عندها خبره كانت بتعمل الشرايط برضو بتاعت الدعاه، الدعاه السلفيين الكبار، وبتوزعها مجانا، ودي مساله غريبه جدا انت ازاي اوزع شريط مجانا، ما هو ده فيه خام وفيه كذا وفيه كذا، فكان في طبعا فلوس بتدفع، وكان في تراخي
راقي من الدولة عن المواجهة. المواجهة هنا أنا بقولش إن الدولة تقطع، إنما تواجه ده. ما ينفعش أبقى أنا موجود وفي طيارات بتشتغل عندي وتمويل ودول بتتدخل وبتاع، وأنا سايب المجتمع لكل عابس يعبس فيه، وأنا مكتفي إن أنا موجود يعني. في فترة يا أستاذ علي يمكن تم تحويل أو حولوا الدين أو الخطاب الديني لسلعة استهلاكية، واكتشفنا والناس يعني طبعا احنا بنتابع التغير اللي حصل أيضا تجاه هذه الشريحة أو هؤلاء الدعاء، وبدأت تنحصر بشكل كبير. حضرتك حللت أسباب الانحصار ده، إيه هي الأسباب؟ أسباب الانحصار أول حاجة الوعي النقدي. الناس بقى عندها يعني بعد 30/6 الناس ما بقاش عندها استعداد تقبل اي حد يضحك عليها باسم الدين، لان هي جربت وشافت النتيجه. فالناس رابطه، حتى لو الناس رابطه بينهم وبين الاخوان المسلمين، والناس تجربتها مع الاخوان المسلمين كانت سلبيه جدا، وتحركوا وشالوا الاخوان المسلمين. السوشيال ميديا انتشرت اكتر، بقى في حس نقد. السوشيال ميديا اداه محاسبه، انه الفيديوهات والحاجات دي بقت تكشف حاجات، ما بقاش فيه الهاله انه الداعيه ده يعني اوعى تبص له، ما بيغلطش، اوعى تتكلم عنه ده بتاع. وهم كانوا يعملوا ويروجوا للمسائل دي كتيره جدا. اصبح فيه سهل جدا ان انا اعمل سيرش فلاقي انه مثلا فوربس بتقول انه الداعيه الفلاني عنده عشرات الملايين وانه اغنى واحد في الشرق الاوسط، سهل على جوجل. او انه مثلا اعمل انا سيرش فلاقي انه البي بي سي بتقول انه جمعيه صناع الحياه خدت دعم 46 مليون استرليني، فاصبح في قدره على السؤال. ده مساله متاحه للجميع، في قدره. او ان انا اقعد اتامل في فيديو معين فاشوف انه فعلا في حاله الاصطناع. والفيديوز بقى اللي بقت بتطلع قبل وبعد والراي اللي كان هنا والراي اللي اتغير هنا لاسباب يعني السوشيال ميديا لعبت على الحته دي. طبعا التلون في الاراء طبعا ده اكيد. او انه مثلا الاقي داعيه كان بينكر انه كان في الاخوان مثلا، ويقعد سنين طويله بيكلم جمهوره ان انا عمري ما اعرف الاخوان، وبعدين في لحظه معينه مع ثوره اليوتيوب ومع فنلاقي هم مثلا زعلوا منه لاي سبب، او بقى في فراق بينهم، فيطلعوا الفيديوز اللي هي وهو موجود في مؤتمرات الاخوان وبيقدم. فهو هنا في الاخر هي الكذب جريمه يعني. هي انا عايز ارجع اتكلم مع حضرتك عن الداعيه اللي حضرتك الداعيه الشهير كمان اللي حضرتك دخلت في مواجهه معاه اللي اشرت فيها في الكتاب، بس بعد هذا الفاصل. اتفضلي فاصل قصير مشاهدينا.